رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين، ما بعد. أحبائي في الله، الله سبحانه وتعالى بان مهد أعلن إياه مهد لما يسترن بان أعلن إياه الله سبحانه وتعالى ثم انت كذب وحن مهد أعلن إياه ولا لها مسجد التوفيق إدارة ذا يا الشورى ذا دعوة ذا رجع ذي دمر كذا يا الرواد ذا ديار انت النص وديارين خير كان أيانا يجنا وغم هذا علينا يا ستو صهدي أن أقله أنا قدون يا دقائق أن صوص عضا إن كفى إلي سنة بالله تبارك وتعالى وحن دون يا إنا إذ اللو ذا موضوع عن دقيه إن كل عصبين نبي عيسانا هدي أشاشة إذن كم مغطل إلى هذا وحيابها كينا بربرك قويسك قويسك والله دبرك شريتانك أمضة شريتانك إذو قويسك وحن أبهن إلى نفهن عذر رضا سيان إسكاق إلى لنه لما مقدمه إيا الدور إيا اللبا تنقضب أيان دون إيا إنا نغفى إذيستو مقدمة كوباد وحيلة هاي سيدة دبا محاكا أنا خلافك رير إسقابا إنو إسخلافو محاكو كينا تضبا دا قضبا إلى الدراسين إيسان قضبك كوباد وحاكا أنا وحكيما دا خلافكو عافمات كحقيسة أرير إسوا نفسنا أي قدرت كو إيمان كرتا قضب كالباب حق أخلاق ده ريركي ونكسنا أي الله بدي قف مد كمد أخلاق ليسي أي إسبدل كب عيسى لكن كيسي ونكسنا با إسبدل إياه هل كان خلاف باكي ماذا قضب كي نسد أحد حق الدين ته لبدي قف أيغو ونكسنا أيا ميت كمدة وحو كغدع يا ضعفي حق إيمانية أيا ضعفي كغدع يا إسبدل ديميت باكودع يا عبادتي هل كان خلافا كي مادة قوبك أفراد حق البلشدة قفك ونكسنابا لبا ميت نغضة أما وحو نغضة قف بلشدي آدو لحق علي كالقرن ويهيركي سي ساحبتي اختلاط كي سابطي اما هن نقطو آلات كان لا استعماله اما هن نقطو بلشد عادية سيكا لها دانو دقو قفكي وحالغي با انو بلشد كحر حرمو انطوائي با ليلة دا اساقنا خلاف كالكا واكي مادا قضب كشان هذا حق السياسة دا اما مصرحة دا وحا دون تده وحالغي با ريركي السوغو ونكسنا إنه بربر كوكو كينو سياسة هي مصلحة خاصة أولا بدا قف ميت كميدا أو إن شيء أما أقول لي حضي قدب كاللي حد حقا نقالها قدب بانكو فافاهين دون أهدى لي لهذا وكو ما سيئا منك صورنا يمحايا لوانو بهنا هاي مواضيع داني إلا صورتو أو لقاتو أو لقفة إذيستو أو ريرك اللغو نقو أدي أدبا أوبا هنهي قلبك اللي حاد محوها حقا نقالها خلافك حقا نقالها نواكي مادا مقدمة إن قيبتك أبدا بيسا قيبتك أبدا قلبك أبدا بيا وحقا سريرتا لبدو قف لما نهاء خلافك وحوك لي مادا إلا بدو قف متكملة وقدوا يحق سريرتا لقولها
todobada qodob waxaan u bixinay horta maxaa keena khilaafka sidiisaba haddii aan horay idinka sii socdo muqadimada labaad khilaafku meequu u qaybsamaa afar qodob baan ku soo koobaynaa haddii la yidhaahdo qaybta koowaad dhibaato maxaa la yidhaahdaa muuqata sida gacanqaadka sida cayba iyo aflagaadada waa dhibaato muuqata weeye taasi xalkeedu waxa weeye qofka dhibaatadaa wada inuu joojiyo midda labaad mid qarsoon oo waa maxay qofkii baa wixii qarinaya wuu qarsanayaa wuu qarsanayaa bannaanka oo lama soo baxayo hal mar buu doonayaa marka intuu kulmiyo wixii dhibaatayd buu hal mar burqanayaa marka taana waxaa la yidhahdaa dhibaato qarsoon ayaa la yidhahdaa alghadabu lmadfuun waa caro qabri gashay oo qalbiga ku aasan qofkii ismahankale hal mar buu sii daynayaa qodobka saddexaad mid aan ku talagal loo samaynin waxaa jira qof aan caado u lahayn inuu caytamo ama xumaantaba aan caado u lahayn ama gabadh hal mar buu wax ka dhacayaa halkaa mar baa u baahan marka in la ilaaliyo qodob dambaan ku sheegi doonaa haddii aan la yidhaahdo qodobka afraadna waa dhibaato joogto ah mid joogto ah horta noocyadaasay u qaybsamaan haddii bulshada dib loogu noqdo afartaa qodob ayaad arkaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddii aan labadaa qaybood muqadimo aan ka dhigo si toosa waxaan u doonayaa dhowr iyo labaatan qodob oo reeraha burburiya inaad ila qabataan ha la iska ilaaliyo marka hana laga taxadaro qodobka koowaad wuxuu ka soo bilowdaa doorashada hore oon lagu salaynin horta shareecada islaamka marka koowaadba oo marka wax la dooranayo waxaa lagu doortaa diin iyo akhlaaq iyadoo lagu doortay gabadhii ama qorux ama ninkii lagu raacay maal ama lagu raacay magac si kastaba ha noqotee doorashadu waa in laga duulo marka koowaad laba qodoboon anu markaan ku soo koobo magacooda la yidhaahdo alqiblatu waalqubla labadaa qodob marka lagu soo koobo qiblo waa wixii la xidhiidho cibaado iyo taaco qublana waa wixii labadan qof ka dhexeeya oo xidhiidh ah qoraalku waa isku mid xarakada unbaa u kala bedelan alqiblatu waalqubla ayaa la yidhaahdaa haddii la doonayo reerahennu inay noo wanaagsanaadaan horta waa inaan doorashada marka hore aan wanaajinno oo aannu ku doorano diin iyo akhlaaq kaasi waa qodobka koowaad weeyaan qodobka labaadan doonayo inaan idinla wadaago waxaa la yidhaahdaa labada qof oon isbaran iyagoo kala duwan haddana waxaa laga yaabaa mutabarkan mutabarkii ka horreeyey kii ka sii horreeyey mutabarkii saddexaadba waxaan ka jeediyey weliba muxaadaro deg deg ah oo waqtigu aada ugu koobnaabay ahayd waxaan ka jeediyey ibaro waan ku baran halkanaan fadhiyaan ka jeediyey way noo duuban tahay dib baad ugu laaban doontaan waxaanse u baahnahay inaad isbarataan adii iyo xaaskaaga qarin iyo warqad intaad soo qaadato dhibaato male haddaad soddon sano xataa isqabteen haddaad labaatan sano isqabteen haddaad isku cusubtiin dhibaato male laakiin isbarta markaad isbarataan ayaad garan kartaa midhaha kaaga soo baxa dabeecaddiinna ayaa isbaranaysa waxaad weydiisaa gabadha waxay jeceshahay ii sheeg waxaad jeceshay saan kuu siiyo ii sheeg waxaad necabtay saan kaaga ilaaliyo ii sheeg waxaad ka cadhooto saan kaaga ilaaliyo ii sheeg waxaad ku degto saan daawadeeda kuu siiyo sidaa daraaddeed labada qof laabudda inay isbartaan waa lagama maarmaan labadii qof oo kala duwan oo laba bii'o ama laba bulsho ama laba qaab ama laba nooc ku soo kala kortay ayaa haddana aan oon is aqoonin ayaa guri iskugu imaanaya waxaa la doonayaa labada qof inay si xaqiiqo ah oo dhaba isu bartaan haddii kale wallaahi inayna nolosha toosaynin waa asbaabaha burburiya qoyska iyo lamaanaha isbarasho la'aantu qodobka saddexaad oo aan doonayo inaan idinla wadaago waxyaabaha reerahana burburiyo jahli lagaga jiro xuquuqda lamaanaha marka horeba xaqa ay gabadhu leedahay ma taqaan xaqu uu ninku leeyahayna ma yaqaan haddaan xuquuqdii la kala aqoon waxaa dhacaysa dee in laysku dhaco laakiin fiiri gaari baad wadaa dadka intanoo gaari ah oo wadooyinka ku kala socda
maxaa keenaya aad u malaynaysaan baabuur walba inuu waddadiisa haysto? ninka darawalka ah ruqsada wuxuu ku soo qaatay, imtixaan buu ku soo qaatay, wuxuu garanayaa weygiisa, wuxuu garanayaa waddadiisa. markaasuu markuu leexanayo iyo markuu istaagayo iyo markii xaqa laga leeyahay iyo markuu xaqa leeyahay buu kala yaqaan. marka laysku dhacana qadarta marka laga reebo cid unbaa garan weyday waddadeedu dhabta ahayd. labada qofi haddaba isqaba, waxaanu u baahannahay qof walba inuu yaqaano waddada uu nolosha ka mari lahaa iyo dariiqii uu ka mari lahaa ayaanu u baahannahay. laakiin maalinta aanu doonayno inaanu isu qabno aqoon la'aan kitaabka qur-aanka a naga haysata, aqoon la'aan sunnada nebiga naga haysata, aqoon calayhi salaatu wasalaam, aqoon la'aan siiradii nebi maxamed naga haysata calayhi salaatu wasalaam, waxaa dhacaya reeraheenna inaanu jahli wax aan ku dhaqno. walidaalika baad arkaysaa nin ku dhahaya, sheekha waxaaskaygii ayaan saddex dalqadood hal mar ku furay oo maxaa dhacay? waxay leedahay sheekhow hadda koorna labuu isoo furay. waxaa la yaab leh oo haddaad horay laba u soo furtay saddexdan dalqadood hadda maxay tahay? waa cilmi la'aan, waa aqoon la'aan. xataa lama yaqaano goormaa xaaska la furaa, lama yaqaano maxay ku furantaa, lama yaqaano yacni maxayna ku furmin, ciddadeeda lama yaqaano. wahakada nolosha waa in dib loogu noqdaa. qodobkayga afraad, asbaabaha burburka reeraha keena waa dhibaatooyinka dhaqaalaha. waan ogahay oo waxaad idhihi kartaan macalin, waxaad aa sheegayso ay mid walba iyadaa muxaadaro u baahan, waana macaka bihaada, aniguna waan kula jiraa, laakiin waxa lagu qabta waa daqaa'iq. daqaa'iqu baan doonayaa inaan ka gaadho intaan ka gaari karo biidnillaahi tabaaraka watacaala. dhaqaalaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha reeraheena burburiya. waxaase anu la yaabaa war haddii ilaahay kuu nicmeeyey amni iyo nabadgelyo ku siiyey, ama waa shaqaysataa, ama beeshin baa tahay, ama qaxooti baa lacag lagugu siiyaa, ma intii ilaahay lagu shukriyo waxa la soo gala reerka soo gala ma la nadaamiyo meeshay ku baxayaan iyo siday kugu soo gelayaan? idan qodobka dhaqaalaha waa in laga heshiiyaa, waa inaan reeraha lagu duminin xutaamu dunyaa kadibna carruurtii aad gaalo u gacan gelisaan. fa subxaana allah, anigu ma garanayo reeraha soomaalida ah caqligoodu meeshuu aaday. carruurtii adduunka u qaalisanayd ayaa lagu dhuminayaa daraahim iyo danaaniir iyo dollaaraad iyo karoonaad aan qiimo lahayn. xitaabu dunya uu yidhi maxaa la yidhahdaa allah subxaana wa tacaala, innamaa mathalu xayaati dunya, aayadka ilaahay noogu sheegay in mataacu lghuruur uu alla noogu sheegay subxaana wa tacaala. marka waa ceeb, wallaahi waa ceeb qof muslima inuu mataqaanaa labaan lamaane inay iskugu nicmeeyey inay adduunyo yaryar reerkooda ay ku dumiyaan. qodobkaana waa qodobka afraad oo reeraha naga dumiya. qodobka shanaad oo burburka qoyska keena waa daal badan oon garoosho wadan, waa daal badan oo layskugu garaabaynin. odagii tagsi buu saaran yahay, baryihii baa soo xanuunay, maanto dhan xataa shaqo uusan jeclayn ayuu ka shaqaynayaa. marra qaarkood dad buu qaadayaa uusan raalli ka ahayn, asagoo daalan oo rafaadsan, oo guriga markaa tagto lugaha biyo kulul ha lagu geliyo, kareenna ha lagugu duwo, masaajna ha lagu mariyo, ayaa wuxuu u tegayaa islaanto iyadana miday iskuul geyso iyo miday qur-aan geyso iyo miday dhakhtar geyso, soo adeegaysa, cuntada karinaysa, dhahaysa ninkii maanta dhan asagu gaariga iska saaraa, markuu yimaado waxa weeyaan lugaha biyo kule ha kuu geliyo oo ha kuu masaajeeyo. laba daalan baa isu timid keliya, laakiin in laysku garaabo basa u baahanta. ragga, waxaan rabaa inaan u sheego dumarka soo idinku aabba uma tihiin, soo nebi aadam ilaahay kama abuurin, makhluuqii ugwareeya abuuray ma ahayn, xooyadan xawasoofeedha aadan lagama abuurin, soo idinku asal ma tihiin, soo geedka guntiisa ma tihiin, soo caqligii idinka laydinma siinin, alrijaalu qawaamuuna alla soo ma dhihin? waxaa reer naqan kara nin doqona oo caqli badan goorta aad ka imaanayso shaqadaada, marka aad albaabka soo garaacdo, markaad dhahdo reerkaaga
الله ما شاء الله دال إنه كامل واركا حسي الشيخ ما أنت وحان أنا أنكم مغنى إذنك مسلحة دينا هدال إلا تشوري لها ما أنت دالك أكون مدعين ويشقر إن تتكسر وحده أبا هذا حريرتي وحن دولة ما أنت إن شغل كسر توه وما هذا عي إن دالك بورك كل قيم سلام شعلهي قبل وفر حيسا ويكسون وينيسا أنت معان بيكوسي ديار نيسا قبل ونرسم بيكوسي ديار نيسا لكن هذه اعتماده أنا ولا أنا ما دالن قبلنا أيضا أنا ما دالن لما دي دال بيسكو إيمانيا حوالا يسكو هردينيا ضرورة يسكو متويا لسكو ما درابيا قبلنا أيضا أنا ما دالن نكنا ويرا هذا أنا ما دالن وحنو بعنا المركز دال كأدوية دالة إنا نسكو قرونا ينو بعنا هاي قلم كل حالة رئيلة بربورية فرجلين تقرعا أي قرابة قاركوب ريكي إتقوي أي كوهيان موتيين هي رب لما يدينا وحادم يا قرابنا وحادم يا صاحبك وحادم يا درسك انت سنوي دنيان سنة درادين هي رب لما يدينا وحادم يا قرابنا يا دنسة قرابنا وحالينا هاي إلى الوحدستان بالليهين إلا هاي إلى دنسان قرابنا وحالينا هاي قرابنا هذه إلى الغير لينا هاي ويركا بينا الغير لينا هاي أياكو ونالسن صاحبنا ولا ميت يا رب لم يكن فاسأل به خبيرا ذاتك عرمت أمهم دلالة علماء يا رياش يا خيارت ويدية وقلبك أنا وقلبك اللحاد قلبك تضباد أغراء الدنيا وحاكمنا صاحبك حاسدك إن دولين إلا ما نوضي وليسان ما حدا عمرك غيركوت عمرك حاسدك الذي يلواجرا يا رب لم يكن وحاجر أمرك الله سوماه جهينا سنانين برنبط المامي أكون سوعليه شيء أمرك الله سوعليه فهم بيرانا بالله قاطع كي هرأي أم خلي وكو سيباري رجاء كي أيكو عصب تعينا درس عصب أم قطع وحالي هذا كور ورطة ودمنا حوالي هذا وحوالي ودن كان مفعنا إلا رجيك برنبا ددق عدين ددق بورك إيا بستة دبا عانا يا مرتا دبا روجا يو بلاش كقالا سو سيدا اسمها سيدا اي دبك النوع عاسي اي الرجي قالو قمان وحاجر الدب سيدا كان حساس كقبا دبك والوناكسن لما ما اسقبت اسكو صوتا لما ما قبت اسكو فرحسن لما ما اسقبت اسكو فرحسن لما ما اسقبت اسكو قصيسة لما ما اسقبت وهكذا أي محل إلى دب كفر حسنين نعم دب كفر حسنين أودت كويس خلافين أيهم محي سر الصعدان سنا درادد أي أنت جبني قري الله متبع أي الله جي على إلا إلى ذهب لا يو أداهني سداهي سنة كركوع إن ماها وحال دور يا إلا أبو رخل خل وحال دور يا إلا أبو رمحل إلى الخلاف إلا أبو رأي لا دون يا قلب كسر وقلب أدي أدر أنت مهونة قلبك سيدان وحير أو بلايا يباس لغدبه تصالها صدح يا قبصدة هو يكوب عانا إيكن تصالها لبعض قبصدة حبيبي عانا إيروتي نوسو وقبو قلبك صدح هذا قبصو قبل الله مكر المياه ما أنت صدح لها سيدان شرحيا وحالة أولا وحير أو بلايا يباس لغدبه تصارها كوان إيقب صدا هو يكوب عانا إيكين وحاصو ريستا ويلكالي أما قبضنا هذي أياد أودر ستاي تكلا وحاتل هو يقلص عانا إيكين الميو عاني كوولا أياد لبتا وحو قلين كدبنا عاني باداتي وحارجينا إياه قوب كان شرح أيو سيدونيا إلا إيدي قيستو si gooniya illa in maqlo si goona in lagu baraarugo limada aqoontayda iyo khibradaydu waa meelaha ugu badan ee reer way ka dumaan dhagaha fura qalbigana fura hooyo galaas caana ii keen galaaskii caanaha markay uu keenay ayaa caanihii baa rooga ku taatay aniga dhibaato abuuri kara aniga wax yar
بلايا يباس كدي كرا أنيجا أنا بير جنة كدي كرا أنيجا عقيدة كدي كرا أنيجا توحيد كدي كرا أنيجا ثقية كالسوني كدي كرا تفصيل كنواتن قولك ما كل استعجية إلى صدق دقيقة إلى شن دقيقة تصالح كل استعجية وحدونا يعين عنده هو يجب وحي كدي كرت بلايو إن كان الله كمرده بل وحن فيني بل روجن هذا يا دقيا إنها ما إنها الله بهي وحي أباها بصداها أنا جي وحكو درسني بأمرك وربك أجر درنا مرد ما وحكو ما درسني كو ما درسني روجن أنا أكو داتي بالإيجا أنا بلايا كدي كرا أنا بيرتشنا هي التوحيد هي عقيدة كدي كرا علمي سس بات كردي كالسوني بات كردمي مرد ما أقبل أيوه إنه علمي كوسو عليه جلاس ككده أنا وحو إسلامي هذا اللي هو قيليه لكن برجنا عن كده يا فيريا وحليه هاي هو يا عليك ما وحباك وجاري جلاس كواد شبي روجنا أنا كداتي هو يا ما وحباك وجاري مايا هو يا هذا وحول بيجا قيمة بلن جلاس كنا ذرك إسلامي وحبني ما تعمله هلا ما يكونش يا هويو جلاس كان شوية أركيسو وقت يسبع دماغي أنيدي يا أنيجا لفت يدو مرك أي جريد نموت ما عدو سيدا كوب كا أودا أتشبي أي جريد نقول إيمانيسا آخرا كحريا عقيدة كحريا توحيد بكحريا أما أنا سوماها عرف بان لا يقدرن وحن ربعه يينا كوش يدو أنا سوشبتي هدان عرف كلها الله والله وان عبلا لكن أنا أورك ويلي كتيرة أيام لا إيدي لي لا يجنا حرم أنا هنا نعبو مت صدحات بنك مدر يا ميقة أيام أنا هاي سنين أي عبان أو فقراء أو مساكين تا هذا صومها أنا لي عليها شقى نوت الله روجا نقينا لكن ما تقنا بيها أن كل غينا ما تقنا دبان بيها سنين أو والله يا دبان ببيها سنين هيا هذا شقينا الميك السوري بات كبرتي عاني داتي عرف إلينا أهين بدا عقيدة كبكتي كوب كي تشوي جيري سيا جيري دالي بات كحيني هويو كوب عانا إيكين شرح إذو وطا والحيانة أغبرا إرهرين كدومان ووحان قيمة رهين قوب كلمة للفيني حبيبي عانا إيروتي نوصو قبو تاني واحد كل ساعته هو يده بقى أريد يوشقه كم قن أنا مسأيت فكم قن أيه وعيسى وحيلنا يا حبيبي عاني الروتي وأنا قدر ما ذي أنا ساقبه أضيع يا مشغولي قلبي سيكبح لي ووهسلي سك سبها النقطة وحقولي إماري أصلا عار ودين وحقولي إماري أصلا الروتي ودين هو يده قولي شوكته أيا وحير بلايا يباس كدي كرتا وحي سكدي كرتا بير جنة وحي كدي كرتا عقيدة وحي كدي كرتا توحيد مركاسو مركو صوق له أيا وحي لانا هاي الروتي ما ودي وعاري ما ودي مياه أنك مركو ربح قدر سمي أنك كاقر درين أنك نومع يكتد دات كرادو شقيسا أنك مركان وحكا عصنو نومع قبتد شيطان باكو شقيسا بلشد كلا يدو شقيسا محاد نوغو شايدي ويدي أنك دون اللهين ميدا كري عرورت عرب محنسين ايا عرورت بريس كونك محيو قادر ايا محاد ايا كوري بوخ ما كدعي اوليدي شقو كيمي اوليدي واسسي قبر رالياء او جنة قشاء او قلاس عانا ايا قلاس بياه ايا كما حيوسي تشايدين ايسا مسخوشة حاجه مسخوشه وتا الله او شكمانك مسوغيي و خولا غوري غوغو يماداي يعني waxa way abeeso iyo kud kuda cunaya arurti qayno way arkayaan waxa dhacaya sida darado guriga haneenka nabad gelay ma taal odagi waa isgadinaya odagi sidoo ku yimid si aan ahayn bu guriga ku soo galay laakiin gabadhu ayada janna ka dhigi karta aan ma wadidmiya rooti ma wadidmiya ما يوانسوي اللوني أما الدكان كما لقى حري وحبا مع حبيبي سودة وو وغدا هوا دالني
dalkaagi daraadi ayad la ilowday anaga ma torno shaqeynaysay mid kale waan ku sheegi waxa laga yaaba rootiga soo ilowday kan ku jiray la ilayay ana soo ilowday ani caawa aan ku jiray la ilayay ayaba laga yaaba waa suurtagal mid kale waan ku sheegi hadii aanan loo qoriyay rootiga hadaw aan u cabilahay waan u ilahay mid kale waan ku sheegi in badan baan noo soo gaday in badan baan caano noo keentay in badan baan roodi noo keentay soo fariiso ayadaa ka dhigi karta gabadhu beer jannaa waxay la dhigi kartaa mid kalena waan kuu sheegi meeqaar caawa caruur caruurteenoo kale ah aan rootiyaysanin meeqaa adduunka caruur careerta caruurteenoo kale ah aan caano haysanin waa farxaya roog guyan bay ku soo dhaweynaysaa waxa yaalaa la siinayaa ayada laba arrimood mid baa u yaal anaa xalinaya bay leedahay bur baa guriga yaalle haddaan qasayaa anaa hadda loo samaynaya maxayba lacag looga bixi labo berri caruurta lacagaan siinaynaa ba dhibaato ma leh ay beri ku gataan caruurta way ku farxayaan wax yar oo wax yar oo balaayo iyo baas laga dhigo ayaa guryaheena dumiya qodobka saddexaad fiirso qada ma karin miyaa maanta kanna waxay ku socotaa odayga odayga oo maanta ora soo shaqaynayay oo daalan oo gaajo beerku la belbelayo ayaa gurigii soo galay gabadhii oo fadhiga fadhida oo taleefoon ku hadlaysa ayuu soo galay wuu arkaa guriga waxba kama diyaarsano inay guriga cunto macaan lagu kariyey markuu guriga laga soo galaba caraftibaa ka soo kamkamta odayga waa gartay guriga inay wax iska bedeleen su-aal buu weydiiye wuxuu yidhi oo maanta qaya nooma taala miyaa markaase waxay tidhi maye gabadhii deriskeenna ahayd ayaa maanta aabbaha dhintay xaggaan aaday gabadhii deriskeenna ahayd ayaa guuraysay waan soo caawinayay maye wallaahi maanta waan yar daalay oo waayaan cajisay hona ayuu odaygu gurigiisa ka dhigi karaa maxay jaxiimo iyo naar oo nicmadii alle uu ku kufrinayaa oo uu ka bilaabi karaa horta gurigan gaajada abaa nacay yaa hadda waa maanta ogow aniga gurigan gaajada socota abaa nacay maxaad noogu sheegi weyday maqaaxiyaanu ka soo qadayn lahayn ragga aniga ila da'da ah ee aniga aan soo shaqayno maalin walba reerkooda qadaa looga kariyaa halkaas wadaahda idinku wax arada ka badan ayuu ninkii halkaa ka sii wadayaa markaasaa gurigii buuq iyo qaylo ayuu noqonayaa laakiin asagaa beer jannaa ka dhigi kara oo dhigi kara maanta qaya ma taalamiyaa maya dhib ma leh qayadaa shalay cunay macaankeedii ayaaba weli iga dhadhamays maxaa yeelay shalay saacaddan oo kale wixii hilib iyo kalluun iyo khudaar yaallay ayaan weli wallaahi xusuustaa waan ogahay inaadan ii dayacaynin waan soo ogahay inaad ii roon tahay bini aadan baa tahay mid kaloo ka fiican baan kuu sheegi anaaba jikada loo gelaya maanta iskaba fadhiisaba subxaana allah reeraheenna waxa burburiya waa wax yar oo balaayo iyo buuq laga dhigo ayaa burburiya qodobkaasi waa muhiim qodobka sagaalaad masayrka dilaaga ah masayrku waa laba nooc masayrka ragga ku dhaca waa cudur masayrka dumarka ku dhacana waa jacayl dumarka masayrka ku dhaca waa jacayl inaa ninka lala qaybsanin bay rabtaa laakiin jacaylka ragga ku dhaca waxa weeyaan waa cudur meeshayaa maray meeshayaa marayay ayay raggu in badan ka masayraan laakiin masayrku siisaba waxbuu dumiyaa masayrka waa in la yareeyaa midka sharcigu ogol yahay haa xumaanta waa laga masayrayaa laakiin masayrka dilaaga ah ee digsiga la karkarinayo ee saliidda lagu shubayo masayrka dilaaga ah ee reerka duminaya masayrkaasi waa inuu meesha ka baxaa qodobkaana waa qodobka sagaalaad reeraheenna waxaa burburiya
فهم حملة قاب حلين تخلافاتك وقتك يا قابتك يا قابك وحن ذينا يا إلا مانتا وحن كفر أحسانا هاي محاضرين مانتا إنا يسوى قابلين داد أدو فرابضا كاركو من رجي يا دمر آد با يكون مال علميا وحان قلبك يا آد قليسين إن الحل دونيسان وحان كلا قلبك يا آد كدراني إنو عذر جنو قف البلو الدوني الداودي سبل مانتا إنو هيلو انت وين دريميا لكن سي خاصه يكون ما علميا وحاز الدور اين نروح قاب كريرينا نحلنا ادرو خلنت فهمك فهم حمرة قاب حلنت خلافاتك وحال الربا صدح الرمالين لفيريو كو وقتك لبا قابتا صدح قابك انكو بلابا وقتك ولقى علي حاس كان هذا سكون عدان هحللني أروح عريسا مايا سيف عيد ليست هحللني هيسكود إلى حل صار عريسا لبا هيسكود إلى حل صاريق وقاتشيسا صدح هيسكود إلى حل صاريق ودالن أفر هيسكود إلى الحل صو أيضا يقول يجوك تولو يانيورنا الله كده يانيور مكولال بسات كسر قريه حتى يا يورا دي جوكتو كسر قرية كسر قرية سيلا دراد وقتك وضروري جدا أليقون فرح سنكو أليقون دالنين لابو أليقون قاتشسنين صدح أليقون مسخنو بارين أفر أليقون ضد قرية جوكين وإن أتكو حالي سواكو قوم كلمات قوت قوت اللقو حالينا يا خلافاتك وإنو سنعهانين قولك تشيفك قولك تشيفك شقك لو عرس باوتها قولك تشيفك وامال لغو نستو قولك تشيفك وامال هنون تأدوية لغو صارو قولك تشيفك محكمتك متال فردك اكو حلي اما ميل لتقردة اما هوتيل جيسو اما ميل بيرة اما ميل بدأ ميل قروح بدن وبيئ يقدار ايالان كو حلي تانا وحوي وقبت أما قابك الله حلنا أيوه اسكتوا إلى الربان قف أي كلا دون إلى القف كلا دون الله الله يسوع وحنك سو قابا إلى جبل كاجر درنت هاي إلى جبل كاجر درنت على كتير هذا هدين إن بلن بر أرنت هذا كور كواني أرنت أنا مد القارن دون مر لمات شانس كودن بيان هذا إستا تاس تهديد بلنها تاسوا على الكوب فشوي لكن محارب إلى دارو حبيبتي قرت عن إيغو قرت عن فيريو قيمها على يوفا إذا ماشى إلى تشوكتو إذا سرى أنا لا أنت علي أقول له لكن إذا عروت علي ماشي إذا قرح دارا إذا وناء جاء مكان إيغو حبرك أدو عاد إيت إلتري أنا مرمكو مقورين مرنا كنا بهن وحكمت هاي وقامت غسل الله حلينا يوم قلوا كوتمنا دم بيدا إيا التوبة الآن توبة أغانا من يرو يا أيها العلماء يا مشايخ يا أيها العلماء يا ملح البلدي وحيا رب لنا وريره نجدني وحكمنا ومعسي قرية الله معسي قرية الله أيا من كبر يا رب سنين عرم كدرتي إيا عقابك كذا شيء أيا لما نوقف قلب بوضع الله يسكن نفتها أحد السلف وحنية هاي هدي جاليد كي يقول مالي فريستو هدي جاليد كي يقول دماركا أما الرتيقة أما البقشة أما الفرسكا هدا بابوركا إيا واحد لنيتكا وحان دينو في ريك شري إبرينا اندن بقالي وحانا كجران شري حاس كي يقول طبيع عبيضة حاس كي يقول طبيع عبيضة كجران شري إنا اندن بقالي فرانا وحيا رب لنا برية او دنية او خلاف مكانا وحاكمنا حمت قريها تعالى تيفيق قريها قابت عن لغدا وضو في لمدى حنحنك هيسا ايا قشنك قريها يا الله ايا ريرا ان بدلو كمينة دنية شكرا قوامك لا يتمنى بوق ايا سواحنك قريها نحن يا الله يعني قريه وحلمة دلوانا قفيلة الى الاسكاليو
laba qof oo dagaal ka dhaxeeyo buuqa iyo qaylada maxaa la isugu buuqi macnaha ku dhalay maada ay dhalay aan wada hadalno miiska aan wada fadhiisanno aan isqarcinno dan baa naga dhexaysa qodobka saddexdan tobnaad amar ku taaglaynta ragga iyo madaxadayga dumarka reerahena waxaa burburiyaan oo khilaafa ku keena amar ku taaglaynta ragga anaa nina amar ku taaglaynta ragga iyo madaxadayga dumarka dumarka madaxooda marka la toojiyo waa adigoo yidhi dhagax baan ka toojinayaa liin oona cabaya raggana amar ku taaglayntooda kibriyaada ku jira labadaas baa ma taqaanaa qodobka afar iyo tobnaad degdega lamaanaha ifur iyo hoo dumarkii waxaa laga soo taagay wax yar haddii la iskhilaafo ifur saddexdooda dalqabaysii wallaahi inaada dhaqaaqeyn imaqashii ninkii miskiinkii maba yaqaanana wax mas-uul looga dhigay wuxuu leehay iyaa saddexdooda kuu furay hadhayta wuxuu leehay sheekhow islaantii waan furay oo maxaad u furaysay sheekh maagadoodi adiga hay islaanta hay haji waxaa lagu yeeli wadalqada ragga waxaa idiin sheegayaa hadda ka hore minbarkan baan ka sheegay haddana waan ku celinayaa idhegaysa kuway horfadhiyow idhegaysa kuwa i shabakal cankabuutiya iga dhegaysanayow idhegaysa kuwa dhegaysan doonow ifur wa ifahan ku celiyab aan maqla maxaayidi ku celi maxaayidi waka islaanta ifur hadday ku dhahdo kuma necbe way ku jeceshahaye waxbaa khaldana ila saxun bay ku leedahay qodobka shan iyo tobnaad isxaqiradda lamaanaha maxaa tahay horta ma nin baan ismooday ma naag fiican baan ismooday waan kugu khasaaray waan kaa tegayaa waa maxay waan kugu soo qaldamay waa xaqirid labada qof ma aha maxaad isu xaqiraysaan maxaad isu yasaysaan qodobka lix iyo tobnaad shakiga ka dhasha ashabakal cankabuutiya snapchatka khatar reero badan buu burburiyey facebooka reero badan buu burburiyey reero badan buu ku tegey adduunka balaayo kasoo soo baxda sharteeday wadataa hambeedina facebooku diyaaraddu dad bay laysaa oo gaarigu dad buu laayaa facebookuna reeru dubiyaa warku waa intaas qodobka lix iyo tobnaad qodobka toddoba iyo tobnaad guurka ood u qaybinaysaan afarta nooc guurka khiyaanada qarsoon iyo guurka duulduulka iyo guurka qasamka iyo guurka ciilbaxa iyo aargoosiga reeraha waxaa dibiya afartaa guur guur waxa weye waa guur khiyaano qarsoon dee sharax badan bay iga baan guurna waa guurka duulduulka la yidhahdaa meeshuu rabo islaam buu dhakasin islaanti qurux badan buu xuhi meel la qabaamay shukaasuu ku bilaabayaa markuu tagana uu soo furaya midna waa qasab oo gabadhu nin ayna rabin oday ah xoolo leh madaxa wasiira wadaada baa lagu qasbaa midka saddexaadna waa maxay waa guurka ciilbaxa iyo argoosiga laba isku xumaanaysa mar alla markuu furo ayadoo isagoo u qabo ayaa shukaansi waxaa ku bilaabaya ilmo adeerteed marka horeba waan kaaga dignay reerheba lama guursaso anaa ku nidhi annagaaba joognay shukaansi waxaa lagu sii bilaabayaa ayadoo la iskhilaafay saadii ciddada looga baxo mid baaba guursa hadla gabadhu ciddada maka baxday waxay rabtaa inuusan guurka oga hormarin ama ayaduusan oga hormarin qaxootinimada iyo dagaalada burburka waxaa keenay qaxootinimada aanu ka soo qaxnay dalkeennii iyo dadkeennii iyo qoraxdeennii iyo cimiladeennii iyo ayeyii iyo eedadii iyo habaryartii iyo gabadhii markay cadhooto muqumadda loo soo jeri jiray iyo ninkii mas-uulka ahaa qodobka sagaal iyo tobnaad balwadda noocyadeeda waxyaabaha reeraha burburiya waa balwadda iyo noocyadeeda reeraha waxaa burburiya nadaafad xumada xagga jirka iyo dharka reeraha waxaa burburiya caaqnimada labadan qofa isqaba mid ka midu waalidkii soo habaaray ama islaam baa habaaran ama ninkaa habaaran haddaad aragta reerkii oo wax walba intay u dhammaystan yihiin u dhammaystiran yihiin haddana isqaban la waxaa laga yaabaa inay gabadhana qabta horta lagu soo tufay oo hooyada soo habaartay ama ninkana aabihii soo habaaray maxaa la yidhahda qodobka labaatanaad mas-uuliyaddii ragga oo luntay ama raggii awe mas-uuliyadda raggii oo luntay fadhi ku dir siyaasad ayaa lagu mashquulsan yahay iyo qiila waqaal dumarkiibaa saa u wata waxoodoo dhan raalli ahaada hadday gabdha reer swiden meesha fadhiyaan sawirka swiden baa laga soo qaaday saasaas maaha
marka waxa weyn inta gabdhiina wax jiinaya aw ragi lama hayo qodobka 30aad waxa weyn gardar garabog muhaadaro goona ka dhigi doona biidnillaah qodobka 24aad sixirka ciisha dad badan waxa kala geeya sixir iyo ilba kala geeya qodobka 25aad gacan qaadka wara la joojiyo carruurta wax lagu qaato waa gacan qaadka yaa ku amray inaad xaaskaaga disho yaa ku amray inaad ninkaaga disho qodobka 26aad jacaylka bugta hadda fiiri gabadhaasi ninkaasii jeedan ay la socotaa kanna gacanta gadaal ka haysataa dad badan baa noocaasan oo filin tusaya qodobka kale oo 7aad awlaada oo awlaad la'aant ayadana burbur bay keentaa ama gabadhoo tira waan bay isxinayaa qab qufin bay isku jeysa ama ninka hadda waxaa soo baxay niman dhahayo ma rabo inaad dhasho wallaah waxaan garteeda 49 ku jiraa nin markii uur loo yeesho caroonaya oo la yaa ku yidhi caro oy gabadha sheekhow ninkina waan rabaa ilmaha ma iska soo daadiya billahi tawfiiq.